السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. بخطوات لتنوع الموارد المالية، حكومة الخدمات تسعى إلى نقل الاقتصاد المحلي من الجمود إلى الحركة. استعداداً لذروة الأحمال الصيفية، الكهرباء تعلن عن خطتها الموسمية وجاهزيتها لرفع الطاقة الإنتاجية. حياكم الله في قوقعة أحادية الموارد المالية. العراق يغذى النفط فقط، بيد أن النفط هو مرهون بتقلبات عالمية وضوابط دولية، بالتالي تجعل اقتصاد العراق تحت سيطرة هذه الاختلافات المستمرة وغير المتوقعة بين الانخفاض والارتفاع. الحكومة في خطواتها التنموية تسعى للتخلص من قيود أسعار النفط من خلال تعدد مصادر الموارد المالية للبلد وتعضيد إنتاج النفط بمصادر أخرى لا تقل حيوية وأهمية عن النفط. لذلك اتجهت بخطط جديدة لإيلاء القطاعات الأخرى اهتماما تنمويا يراد لها الشراكة لمورد النفط وإنعاش الاقتصاد المحلي في حال تواترت مؤشرات الجمود على النفط أقصد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فراح أتحدث عن خطة ثلاثية المحاور وضعتها وزارة الكهرباء لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية، استعدادات شاملة عالية ومبكرة لرفع الطاقة الإنتاجية عبر خطة استباقية لتحقيق الفارق اللي يصل إلى أكثر من 3000 ميجاوات عن الموسم السابق. وفي تفاصيل الخطة اللي ترتكز على 3 مفاصل مهمة، منها استمرار الصيانة الدورية والطارئة للمحطات التوليدية وإنشاء خطوط ناقلة والاعتكاز بشيء على الطاقة المتجددة. ومن خلال هذه النوافذ تسعى الوزارة إلى محاكاة حاجة المواطن من الطاقة الكهربائية. هاي الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. اجتماعات متواصلة وسعي حقيقي لحكومة الخدمات للتنسيق بين القطاعات التنموية المهمة لاستثمار كل هاي القطاعات وجعلها ضمن خطط تنوع عائدات البلد المالية لإنعاش الاقتصاد العام، خصوصا وأن العراق يعتمد كليا على النفط المورد الوحيد، وهذا ما يشكل خطر على اقتصاده كون أسعار النفط تخضع لضوابط عالمية بين الانخفاض والارتفاع. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. سياسة العراق المالية والاقتصادية تعتمد بشكل كبير على النفط موردا وإنتاجا وتجارة، حيث يعد الممول الرئيس لخزينة الدولة. آراء تصرح بمدى هشاشة الاقتصاد وغياب الخطط التي تضعه على سكة السير نحو التنمية والتنوع الاقتصادي للبلد من خلال إيجاد نشاطات جديدة بهدف تخفيض الاعتماد على الدخل النفطي. فأحادية المورد النفطي في تغذية الاقتصاد يجعل مالية البلاد مرهونة بارتباطات خارجية لأسباب تعود إلى تقلب أسعاره العالمية، بالتالي التقيد بالتبعية الاقتصادية التي تنعكس سلبا في كل أزمة. فتحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية عبر تنشيط باقي القطاعات وتنميتها تبعد البلد من التأزم والخسارات الإضافية، وهذا ما تسعى إليه حكومة الخدمات من خلال العمل على تنشيط القطاع الخاص والاهتمام بتنوع الموارد الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة لانتشاله من الاختلال الذي يهدد توازنه في المرحلة الحالية لتنوع مصادر الدخل المالي للبلد. فلا بد أن تسعى الجهات المعنية للتخلص من تلك الآثار الناجمة عن الاعتماد الكلي على النفط وتفكيك العلاقة بين الإنتاج النفطي وموارد الاقتصاد العراقي، حيث تخفف الثغرات إذا ما تعرضت السياسة المالية النفطية لأي تقلبات في الأسعار لدى الأسواق العالمية من حيث الطلب والإنتاج. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور حيدر عبد الله عصفور الخبير الاقتصادي، حياك الله دكتور ضيفا كريما في حصاد الأيام، وكذلك أرحب بالدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي، حياكم الله دكتور سالم. أبدأ مع حضرتك دكتور حيدر، نتحدث ونبدأ الحديث من ما تحدث به رئيس الوزراء، يعني توجيه رئيس الوزراء في جلسة اليوم، جميع الوزارات عليها أن تقدم
تقارير شهرية بالإيرادات والمصروفات والأموال المستحصلة من غير النفطية، هل أطلقت ساعة الصفر لهذا التوجه الجديد؟ تحية لكم والمشاهديكم الكرام. حقيقة هذه الحكومة هي حكومة خدمات ومتجهة بشكل أساسي نحو تقديم أفضل الخدمات، وهي تحاول جاهدة الوصول إلى ما تبتغيه من أهداف وخطط، لكنه مشكلة القطاع الخاص بشكل عام هي مشكلة تتعلق بالروتين والبيروقراطية، وحتى ما قدمته من تعيينات في الفترة الأخيرة هذه لا تخدم القطاع الخاص، لأنها تعقد الهيكل الإداري والآلية التي يستطيع العمل من خلالها القطاع الخاص. نحن نحتاج إلى دعم القطاع الخاص من خلال سلسلة من الأعمال، مثلا تقليل العوامل المؤثرة بالإنتاج، وهذا النظام الذي اتبعته الصين، في حين النظام الآخر التي تتبعه أوروبا وأمريكا هو الضرائب وزيادة الضرائب والرسوم بشكل عام، وبالتالي أصبحت السلع والخدمات لديها مرتفعة جدا وأصبحت معاملها تعمل في الصين. فنحن نحتاج إلى تتبع النظام الصيني لدعم الصناعة في العراق، والعراق مؤهل ليكون بلد صناعي، وخصوصا لديه العوامل الرئيسية، العناصر الرئيسية، مثلا توفر الموارد البشرية، كذلك توفر الطاقة، توفر الموقع الجغرافي الممتاز. فهذه العوامل هي العوامل الأساسية، وبالإضافة إلى السوق، فالعراق هو بلد لديه إمكانية التسوق لديه عالية، خصوصا إذا ما دعمنا الصناعة العراقية. طيب دكتور سالم، مجددا ترحب حضرتك. على الرغم من امتلاك العراق يعني هاي الإمكانيات المتنوعة والموارد الاقتصادية المتنوعة، كثير من الوزارات الهيئات لديها موارد خاصة بها تدعم الميزانية العراقية، لأن الواقع الاقتصادي يشير خلاف ذلك. يعني هل هذا مغيب أصلا أم غيب عمدا؟ نعم، شكرا لحضرتك. بالنسبة للاقتصاد العراقي تعرف به مكونات، من ضمن المكونات هي المكونات القطاعات، يعني قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع خدمي، وتتخلل القطاعات الفرعية الأخرى الأصغر واللي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية. غياب جانب أساسي من الجوانب الأساسية واللي هي قاعدة البيانات. قاعدة البيانات اللي ممكن أنها تنطلق من عندها الخطط التنموية الاقتصادية واللي تنهض بهذه القطاعات. غياب هذه البنية البيانية سبب عدم موثوقية بالبيانات اللي ممكن أنه على ضوءها تتخذ القرارات الاقتصادية أو التنموية، سواء كانت بخطط مستقبلية أو خطط آنية. بالتالي هذه المشكلة اللي يفترض أنه تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون المائي في إجراء التعداد العام للسكان، وبالتالي راح تنحصر عندنا شكو مشاريع معطلة حقيقية ومشاريع صناعية معطلة عن العمل داخل الاقتصاد، وحتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية، يعني ذو المهن الصغيرة، ممكن أنه تكون عندنا إحصاءات وبيانات تساعد المخطط الاقتصادي على الارتقاء بهذه القطاعات اللي نقول أنه جزء من عندها هو فاعل والجزء الأكبر هو عاطل عن المشهد الاقتصادي داخل الاقتصاد. طيب عفوا تفضل دكتور. نعم. تفضل دكتور، أتمنى من الفكرة يعني قاطعتك. نعم، بالتالي هذه المشكلة اللي تعاني من عندها البنية الهيكلية للاقتصاد العراقي هي مغيبة من ناحية البيانات، ومغيبة أيضا من ناحية القرار السياسي الاقتصادي. هل قصور من يعني؟ هل هو قصور من الوزارة نفسها؟ طبعا هي احنا نرجع الى المشكلات الاقتصادية، ليست فقط مشكلات اقتصادية مكمنة في داخل الاقتصاد، وانما تتخللها مشكلات سياسية، مشكلات أمنية، ومشكلات ضعف بالبنية التشريعية والقانونية. هذه مشاكل كثيرة تتخلل عدم نهوض الصناعات أو الاقتصاد بصورة عامة، الاقتصاد المنتج.
وبالتالي الشوب الهيكلية الاقتصاد هو الهيكلية الإحادية باعتماد على الموارد النفطية، وهذا ما يدعو لأن الاقتصاد يصير باقتصاد الاستهلاكي بعيد عن الاقتصاد المنتج اللي ممكن أنه يفعل أدوات الاقتصاد الفاعلة، وبالتالي يفعل أنه يعالج لنا كثير من المشاكل القائمة داخل الاقتصاد ومنها البطالة والفقر وغيرها وفرص العمل. طيب دكتور حيدر، يعني إذا كانت هذه العوائق في القطاع العام، القطاع الخاص أيضا ما يخلو من العوائق، يعني أكو عندنا مشكلات بالاستثمار في دعم القطاع الخاص، بيروقراطية التعاملات والإجراءات، شلون نقدر نحدد هاي التعاملات ونخلينا فد آلية مناسبة لمشاريع تدعم ميزانية الدولة بطريقة أو بأخرى؟ بالتأكيد هو القطاع الخاص يعاني كثيرا من البيروقراطية والروتين وتأخير بالمعاملات وكذلك الفساد، وهو جزء مهم والكل يعلم بهذا الموضوع ويحتاج إلى معالجة حقيقية ومحاسبة المقصرين بهذا الموضوع. لكنه أيضا إحنا من خلال القطاع الخاص يحتاج أنه ننظر إلى الاستثمار بالموارد البشرية، فهذه الموارد البشرية يعني إذا نعطيكم بعض الأمثلة عنها ممكن أنه تكون مفيدة. فمثلا مصر من خلال العمالة التي تتواجد خارج مصر تورد لمصر من الأموال ما يعادل النفط العراقي، وهذا رقم يعني كبير، بالإضافة إلى الفن، بالإضافة إلى الرسم وغيره، يعني الفنون بمختلفها والسياحة. فممكن أنه نعتمد على قطاعات، إحنا ما نقول أنه السياحة فقط السياحة الدينية، لا، إحنا ممكن أنه نطور الأمور بحيث نجذب السياح، يعني نعرف أنه رغبة السياح كيف تكون ونعدل بعض القوانين، بعض الأنظمة الخاصة بها بحيث نجذب السياح، كذلك مثلا فيما يخص الفيزا، فيما يخص حتى آليات السياحة بمجملها. فالعراق ممكن أنه يستفاد من قطاعات كثيرة بجذب موارد متنوعة للبلد. يعني إذا نفترض إحنا ما عندنا نفط، يعني كيف يعني لازم نموت؟ لا، إحنا ممكن أنه نجد الوسائل، فالوسائل كثيرة ومتعددة، وكثير من دول العالم لا تتوفر لديها النفط لكنه وضعها المادي والعام يعني بشكل عام هو أفضل من وضع العراق. فنحتاج إلى وضع خطط تكون هذه الخطط مناسبة وحقيقية لدعم الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المختلفة. المجتمع اللي تربى في ظل الدولة والنفط دكتور سالم لمدة زمنية طويلة، اليوم أصبح هذا المجتمع اتكالي بسلوكه، معتمد على المبدأ الريعي، ما يستقبل فكرة إصلاح الدور الاقتصادي، خلص ما دام أكو واردات نفطية تجينا وسادتنا، بعد ليش احنا نروح نفتح مصانع وننعش اقتصاد والى اخره؟ شلون من ممكن نرسي ثقافه جديده تنسجم مع رغبه النظام الجديد او المسار الجديد اللي تخطط الحكومه؟ نعم، طبعا القائمين على اداره الدوله وبالتحديد الحكومه التنفيذيه، يعني الجهه التنفيذيه، الحكومات السابقه تلاحظ انه ما ابدت اي دور في هذا المنحنى، وانما اعتمدت اعتماد كلي على الايرادات النفطيه في دعم الموازنه العامه للدوله. وبالتالي هسه اذا نجي مثلا هسه على الموازنه العامه للدوله الحاليه، نلاحظ انه الايرادات الغير النفطيه هي تمثل تقريبا 9% من الموازنه العامه للدوله. بالتالي هذا الرقم جدا بسيط بالنسبه للموازنات العامه للدول القريبه على العراق، الدول الاقليميه او حتى الدول الناميه. بالتالي هذا شوف هامش كلش كبير امام، يعني لاحظ فجوه كبيره بالاقتصاد في تنويع الاقتصاد، وهذا ينعكس سلبا على قلنا بدايه حديثنا على بقيه القطاعات غير النفطيه، القطاعات اللي تفترض انها تكون منتجه وبالتالي تساهم مساهمه كبيره في الناتج المحلي الاجمالي وفي تعزيز الدخل القومي وتعزيز فرص العمل داخل القطاع الخاص، وبالتالي عدم بلوره فكر انه العمل يكون من خلال سيطرة السوق العمل الحكومية على التوظيف العام للأفراد داخل
القطاع الحكومي. طيب. وهذا ما انا اشوف يعني حتى بالفتره الاخيره شوف هذه النسب الكبيره من الاعداد اللي تم تعيينها في دوائر الدوله، شوف لاحظ اثرت بشكل مباشر على قطاعات خاص، على القطاع الخاص وبالتحديد في مجال القطاع التعليمي، قطاع التعليم الاهلي. شوف لاحظ انه كان هذا التعليم الاهلي محقق فرص عمل كبيره لدى الحاصلين على الشهادات العليا. بالتالي هسه شوف الانسياب بعد ما تم توظيف هذه الفئه الكبيره من حمله الشهادات العليا في القطاع الحكومي اثار فد جانب، يعني جانب قصور في تنظيم التعليم الاهلي باعتبار انه اكثر الفرص اللي متوفره وشاغله في هذا القطاع المهم اتجهت الى التعيين الحكومي، وبالتالي اثرت على التعليم الاهلي الخاص، وهذا ما انعكس على يعني فاعليه سوق العمل في القطاع الخاص. طيب. اكيد احنا يفترض انه بلوره وفكر وفلسفه الحكومه انه تتجه في دعم هكذا قطاعات في سبيل الارتقاء في هذه القطاعات لمعالجة المشكلات القائمة داخل الاقتصاد، وبالتالي تنويع المدخولات لدى هذه القطاعات، وهذا ما ينعكس إيجابا على مجمل الاقتصاد بصورة عامة. طيب دكتور حيدر، شلون شاركنا الرأي بهذا الموضوع؟ يعني لما الحكومة ترسم مسارات جديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي وما ما تعتمد على الريعي، في هذه الحالة شنو الأفكار اللي ممكن يقدمها المتخصص في المجال الاقتصادي؟ طبعا بالنسبه للقطاع العام، واحده من الامور والمشاكل اللي تخصها قاعده البيانات، عندما تقدمها راح تلقى انه خساره للمعامل او المصانع الخاصه بالدوله. يعني والسبب بهذا الموضوع انه دراسات الجدوى الاقتصاديه مثلا محدده هذا المصنع ب 100 عامل، لكنه احنا نتيجه البطاله الموجوده عندنا فيطلبون انه يشغل اعداد اكثر مضاعفه، وبالنتيجة النهائية راح تكون خسارة. وبالإضافة إلى التقادم والاندثار وعدم مواكبة الحداثة من التكنولوجيا وغيرها، ولهذا السبب لا يستطيع المنافسة. هذا فيما يخص القطاع العام. فيما يخص القطاع الخاص تؤثر عليه الروتين والبيروقراطية والأنظمة المصرفية التي هي تعمل بنظام مصرفي أعتبره غير جيد. نحتاج إلى تعديلات حتى نستطيع أنه ندعم المشاريع بمختلف أنواعها. القطاع العام بشكل عام يعني هو ممكن أنه يكون قطاع مختلط، حتى والإدارة تكون بيد القطاع الخاص يعني حتى يستمر بالعمل، بينما القطاع الخاص ممكن أنه نسهل عليه جميع الإجراءات الخاصة باستيراد المكائن. فمثلا هناك مكائن تباع في دول مختلفة تباع بأسعار بسيطة جدا، هذه المكائن هي لا تحمل التكنولوجيا العالية، والعراق من الدول التي لا تنجح بالتكنولوجيا المتقدمة. نحتاج إلى تكنولوجيا أبسط، ونحتاج تكنولوجيا نستطيع أنه نتعامل معها، ولهذا السبب أنه ممكن العراق ينجح في هذا المجال. بالإضافة إلى الصناعات التجميعية، فمثلا صناعة التلفزيونات وغيرها ممكن أنه والثلاجات ممكن أنه تكون صناعة تجميعية داخل العراق، وبالتالي سنوفر ملايين الدولارات بالإضافة إلى فرص عمل لآلاف العاملين في هذه المجالات. هذه بعض الأمثلة البسيطة، وبالإمكان أنه تكون هناك دراسات جدوى أكبر نقدمها للمختصين لأجل الاستفادة منها. طيب هنا نتحدث عن دكتور حيدر عن طبيعة الدور اللي تلعب الشركات الاستثمارية تحديدا، ما دام حضرتك تتحدث في هذا الجانب في مجال دعم القطاعات الحيوية الأخرى، شلون نشوفها؟ الشركات الاستثمارية هي يعني مثل ما معروف هي يعني تعمل بطريقة ما لأجل البناء بعضها وبعضها في مشاريع مختلفة سياحية وغيرها، لكنه بشكل عام هي طبعا أدت واجبات، لكنه إحنا نحتاج إلى مد الخدمات إلى مناطق بعيدة عن المراكز المدن لأجل استثمارها.
استثمارات حاليا من قبل هذه الشركات هي فقط في المراكز، وهذه المراكز هي تمام انه ممكن انه يستفاد منها، لكنه احنا نحتاج الى استثمار المناطق البعيدة، وهذا ما معمول عليه في معظم الدول. مثلا اذا تلاحظون البناء الموجود في الإمارات العربية المتحدة أو السعودية أو غيرها، تلاحظ الشركات الاستثمارية تقدم ما تقدمه خارج المراكز الرئيسية، وهذا يحتاج أنه ما نقدم عليه، وهذه تسمى الشركات التطويرية، أي الشركات قبل الشركات الاستثمارية. هذه تقدم الخدمات، مد الخدمات والطرق لهذه المناطق، وبالتالي تؤهل هذه المناطق لتكون مؤهلة للاستثمار. فنحن نحتاج إلى مثل هذه الآليات بالعمل مستقبلاً. هنا نتحدث أيضاً دكتور سالم عن هذا الدور نفسه اللي تحدث عنه الدكتور حيدر عصفور، عن دور الشركات الاستثمارية في مجال دعم القطاعات الحيوية. شو من الممكن أنه خصوصاً رئيس الوزراء كان عنده حراك واسع في الاجتماع بالشركات التركية، متوقعين أيضا شركات عالمية رصينة أخرى ممكن أنه تمسك مشاريع حيوية، وش قد راح تدر للميزانية من أموال؟ نعم، الاستثمار طبعا ينقسم إلى قسمين، قسم استثمار أجنبي واستثمار محلي. نعم، نشوف إحنا الاقتصادات اللي تعتمد على الاستثمار المحلي هو أفضل من الاستثمار الأجنبي، لنواحي كثيرة، منها نواحي سياسية، نواحي اقتصادية، ونواحي جانب مهم في أنه هذه الاستثمارات المحلية هي أكثر يعني موثوقية من الاستثمار الأجنبي، باعتبار أنه الاستثمار الأجنبي ممكن بأي عامل سياسي أو عامل أمني أو عامل ممكن أنه يسحب هذه الاستثمارات، وبالتالي يعرض الاقتصاد إلى نكبة اقتصادية ممكن تأثر على مجمل الحياة الاقتصادية داخل المجتمع. فإذا الدور على الحكومة أنه تجلب الاستثمارات المحلية اللي هي خارج الاقتصاد المحلي اللي تعمل في الاقتصادات الدول المجاورة، وبالتالي هذه لدينا رؤوس أموال كبيرة جدا في الدول المجاورة، الدول الإقليمية والدول مثل المملكة الأردنية الهاشمية. نلاحظ أنه رؤوس الأموال العراقية هي أكبر الاستثمارات الموجودة في المملكة، وبالتالي هذا ممكن انه تتجه الحكومه على تفعيل اواصر الموثوقيه لهذه الرؤوس الاموال في جلبها الى داخل الاقتصاد، وبالتالي هؤلاء هم رؤوس اموال، هم يمتلكون الرؤى الصناعيه ويمتلكون الرؤى الانتاجيه في داخل الاقتصاد، باعتبار انهم كانوا يعملون داخل الاقتصاد ولديهم الخبرات الكافيه اللي ممكن نستقطبها، وبالتالي انه مكان ما تكون انه المصانع اللي يملكوها والمواد اللي ينتجوها تصدر الى العراق من خارج القطر من الدول اللي يعملون بها، ممكن انه نستقطبها هؤلاء رؤوس الاموال ونشغلها هنا داخل الاقتصاد، وبالتالي ترفد الناتج المحلي وتدعم الدخل القومي. اقتراح مهم دكتور سالم، ولكن ما تعتقد حضرتك انه عدم الدخول في الخطوات الفعليه راح يبقي هذا الموضوع مرهون بعدم موثوقية لهذه الشركات الاستثمارية، تقلبات عالمية من الممكن أن تحدث لا تشجع المستثمر، تطمينات محلية منعطي، وبالتالي أنه رؤوس أموال مشتغلة بالخارج، شو من الممكن أن نسحبها؟ عفوا، الحكومة هي سائرة بهذا الاتجاه، وسيادة رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء ما يعني ماشي بهذا الموضوع في سبيل انه يستقطب اكبر عدد من هؤلاء اصحاب رؤوس الاموال، وبالتالي ممكن انه هذا الدافع هو دافع وطني، اكيد انه الدافع الوطني هو يجلبهم الى انه يعملون داخل بلدهم وينتجون، لكن قلنا انه العوامل السابقه اللي كانت بالبلد، العوامل الامنيه والعوامل السياسيه والتأثيرات الخارجية على هؤلاء رؤوس الأموال هي اللي خلتهم أنه تنتقل هاي رؤوس الأموال من داخل الاقتصاد المحلي إلى خارج الاقتصاد، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الواقع الاقتصادي واتجاهها للأحادية في اعتمادها على الصادرات النفطية.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور سالم المسوادي الخبير الاقتصادي أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع من جديد. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ مفيد السعيدي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مفيد، نتحدث عن أعمال الصيانة الدورية وتأهيل المحطات الإنتاجية. هنا هذا الموضوع بالنسبة لنا مهم جدا، إذا ما فتحناه نتحدث هل راح تصل إلى 29 ألف ميجا وات في الأول من آيار موعد دخول الخطة الصيفية حيز التنفيذ، وتعرف ملف الكهرباء أنه يسبب أزمة للمواطن في كل بداية موسم. نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديكم الكرام. طبعا ملف الكهرباء ملف شائك، وأيضا هي نفس الوقت مسؤولة تضامنية ما بين المواطن والجهة المعنية بالتجهيز. الإضافة إلى موضوع المقدار الطاقة الإنتاجية لوزارة الكهرباء، حسب لقائنا مع السيد الوزير قبل فترة من الزمن، وقال إحنا لا نتكلم بالمعدل التوتال الكلي اللي هي كانت أكثر من 24 ألف ميجا وات، بقدر ما نسير باتجاه المستدام الذي حاليا تعمل به الوزارة. هناك وحدات خارجة عن العمل بسبب الصيانة، وهناك وحدات تحتاج إلى إطفاء، وهذه المشاكل الفنية ترافق محطات الإنتاج. هو يقول أنا أتعامل مع 19 ألف ميجا وات، ف 19 ألف ميجا وات يقول هي الآن اللي حاسبني على هالمقدر المقدار هذا من الطاقة المنتجة. لكن اللي يقول ذهبنا باتجاه حسب قوله لنا في فترة، قال احنا ذاهبين باتجاه المنظومة الإنتاجية المركبة. هاي المنظومة أيضا ربما هي تفرق مبالغ مالية، وممكن تعمل وتزود الطاقة الكهربائية بقرابة 4500 ميجا وات. في نفس الوقت هو ذهب باتجاه كان في السابق عملية الصيانة تأتي دورية كل شهر، تخرج بعض الوحدات لأغراض الصيانة وترجع، وبعدها ترحل إلى ما بعد ربما مرحلة من الزمن، وربما آخرها هناك ربما تقاعس مع بعض المسؤولين أو مراكز. المشاكل الفنية الكثيرة ترافق هذا العمل، هي بالذات هي مشكلة فنية، لا نستطيع أن نقول هي اتهام بالتقاعس أو بالعدم الاهتمام اللامبالاة، لكن المشكلة الفنية مرات تكون كبيرة وأكبر من إمكانية الجهة المحددة في هذا الإنتاج. ذهب السيد الوزير بجمع جميع المحطات والوحدات التي تحتاج إلى صيانة، ونفس الوقت موضوع التعاقد مع سيمنز وجي إي وبعض الشركات الرصينة. كانت في السابق التعاقد يصير مع شركات وسيطة، ربما السيد الوزير الجديد هو ابن الوزارة يعرف أين تكمن نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الموضوع، فذهب بالتعاقد المباشر مع الشركات العملاقة والرئيسية في العالم من حيث منشأ المواد الاحتياطية، وأيضا من حيث الخبرة في صيانة الوحدات التوليدية. فذهب هذا بأمر، الأمر اللي هو المحطات المركبة هذا أمر ولو بطيء، لكن هناك بعض النتائج ملموسة. وأمر آخر هو محسوم وربما يفرض من الخطة، يعني لقاكم العام من خلال لقاكم مع وزير الكهرباء أستاذ مفيد إذا تسمح لي. وزارة الكهرباء قطعت وعود للحكومة، هسه مو للمواطن، للحكومة قطعت وعود بأنه راح تحدث طفرة نوعية في تجهيز التيار الكهربائي. وفق أي مضامين يمكن اعتبار هذه الوعود مختلفة عن سابقاتها؟ ونستذكر احنا وايرات المولد شروا عليها هدوم، وراح نصدر طاقة كهربائية وغيرها. المواطن بصراحة فقد الثقة. لا، أشوف المنظومة الحل الجذري هي ربما هو تحتاج إلى جنبة سياسية ما يخص الحل الجذري، لأن أصبحت وزارة الكهرباء في سنة من السنوات وفي دورة من الدورات الانتخابية هي سكين تنحر به العملية السياسية، وينحر به الوزير ورئيس الوزراء، ولاحظنا كيف أصبحت ورقة سياسية بامتياز، إضافة إلى آفة الفساد اللي دخلت في هذا الملف في الحياة، وأيضا ربما حاولت شوهت المظهر من عنده. اليوم كان خلال لقائنا مع رأينا نتكلم بالواقع الموجودة، لا أستطيع أن أوعد برفع أسلاك المولدات، ونفس هذا من يتكلم من ناحية العقل. حتى أنا أريد أن أتكلم من ناحية العقل، المولدات أصبحت اليوم آفة كبيرة، وأيضا جزء من منظومة عدم استقرار الطاقة الكهربائية. إضافة إذا هو ذهب باتجاه ما هو موجود من الخطة الوحيدة التي ذهبت بها وزارة الكهرباء التي كانت تعرقل في السنوات في المواسم السابقة، هو عملية الصيانة. تجربة مرات عملية الصيانة كان ربما هو السيد الوزير اختزل بعض البروتوكولات الإدارية والتعامل مع الشركة الوسيطة ثم الشركة الرئيسية وتأتي ومخاطبات، هذا البيروقراطية الإدارية ربما كانت جزء من المعطل، والشركة الوسيطة أيضا جزء من التعطيل في هذا الملف.
شركة مباشرة وإشراف مباشر ويستطيع أن يعطي وعود، لكن ولم يعطي وعود بقدر ما هي أنا نصحنا السيد الوزير وهو كان ينصحنا في هذا، لا نعطي الوعود بقدر استقرار التام، لكن ربما قدر يكون استقرار نسبي يستطيع المواطن يلمس معدل التجهيز في الصيف المقبل وفي على مدار السنة. لكن تبقى المشكلة أيضا في عهدة المواطن ما يخص بعض الأجهزة ذات الجهد الفائق، التجاوز على الشبكة الكهربائية، هذه الإسراف الكبير والغير لا محدود في استخدام الطاقة من أجهزة خارج إمكانياتها، مراعاة أوقات الذروة بالنسبة للمواطن اللي هي مرات تسبب عملية انهيار الطاقة أو التيار الكهربائي، هذا تحتاج أن تتبنى وزارة الكهرباء استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة ونظام تثقيف المواطن بكيفية استخدام الأجهزة وكيفية أن يذهب باتجاه الترشيد وكيفية أن يستخدم هذه الطاقة، وحتى ربما بعض الدول منها العربية يعني عندما تأتي الساعة 12 ظهر وتكون ترتفع درجة حرارة وتكون ساعة الذروة حتى وقت الساعة 8 وقت المغرب أو الساعة 6 من 8 إلى 6 يكون هناك التحذير شريط عاجل في شاشة التلفاز، تحذير يا مواطن أطفئ الزايد ما يستطيع أن تطفئه لأن بدأت المنظومة على وشك الانهيار أو وصل مرحلة الذروة. طيب. فيكون المواطن شريك في وزارة الكهرباء مع الوزارة المعنية في عملية إطفاء ما يمكن إطفائه لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حتى نستطيع أن تستديم وتستقر عندنا التيار الكهربائي. هذا في دول مجاورة. شلون راح يتم هذا الموضوع؟ تم معالجته ومعالجة الاختناقات على الشبكة الوطنية؟ وإحنا لاحظنا أنه أكو حملات لإزالة التجاوزات خلال الخطة الصيفية. كم رفضت الشبكة هذه الإجراءات؟ شوف الموضوع الترشيد إذا أصبح المواطن رفع التجاوز الموجود على نوع من التجاوز، التجاوز هو المربوط على الشبكة مباشر للنازل إلى الدار أو المحال، والتجاوز هو يتجاوز على المقياس من تشغيل الأجهزة ذات الجهد الفائق مثل الهيترات والسخانات والمكيفات خارج منظومة العداد الموجود في البيت، هذا نوع من التجاوز، هذه تكون طاقة مهدورة أو طاقة ضائعة تسمى في الواقع الكهرباء، لكن قلت لك المواطن شريك في هذا الجانب، هذه الطاقة المهدورة والضائعة التي هي ضائعة ما بين المواطن وما بين الشبكة تقدر حسب تقدير وبعض الدراسة على ملف التجاوزات وترشيد استهلاك الطاقة تقدر ب 30% من الطاقة المنتجة لوزارة الكهرباء. لذلك لابد أن تتبنى وزارة الكهرباء بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومؤسسات إعلامية أن تكون حملة واسعة أشبه بحملة اللي كانت في حملة أيام كورونا، أصبحت حتى غيرت ثقافات المواطن باستخدام الواقع الطبي والحماية الطبية للفرد العراقي، أن تكون حملة مكثفة من قنوات الساندة لتثقيف المواطن وكيفية استخدام وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بنفس الوقت أن تكون الكهرباء رديفة بعملية إزالة التجاوزات وربط المقاييس في المناطق بالذات الزراعية والمناطق العشوائية، هذا ربما تخفض نسبة 30%، لكن هذا لا أستطيع أن أقول خلال أشهر معدودة من هذا ستستطيع أن تنجز هذا الملف الشائك والمعقد وتغيير القناعة وتغيير الثقافات، بقدر ما يكون على مراحل نسبية ربما عام أو عامين نستطيع أن نقضي على ظاهرة الإسراف في ملف في التيار الكهربائي، نفس الوقت أن تكون الوزارة مساندة وأيضا حريصة على عدم الاستمرار بالإطفاء بعض المناطق والأعطال الموجودة على الشبكة الكهربائية، لكن المسؤولية التضامنية صدق ومصداقية فرق الصيانة بسرعة تلبية الشكاوي، نفس الوقت مصداقية المواطن بعدم التشطيب ودفع فاتورة الكهرباء، هذه مسؤولية تضامنية نستطيع من خلالها نبني منظومة حقيقية يستطيع المواطن بالتالي أن يستغني بعض الشيء عن ملف المولدات الموجودة. لا أنسى أيضا دور الملفات أو دور السياسي. طيب. في موضوع المولدات الذي ربما هو جزء معطل من عملية استمرار التجهيز. المولدات هذا تناولناه في حلقة سابقة وطالبنا بأن ترفع يد المحافظة عن المولدات، تحال إلى جهات أكثر صرامة لمتابعة هذا الموضوع، يعني لما نتحدث وتتحدث حضرتك عن ساعات تجهيز في هذا في الوقت الماضي يتحدثون أصحاب المولدات عن تشغيل خط الذهبي اللي هو يمكن الكهرباء ما تفالها ساعة أو ساعتين باليوم، ويقول لك هام شغل خط ذهبي يريد 40,000 دينار عن نعم. عن الأمبير الواحد، وبالتالي هذا أصبح ملف شائك ولو لم يكن من اختصاص وزارة الكهرباء، لكن أنت تحسن لي من الكهرباء من أنا تسلط سيف المولدات الأهلية على رقاب المواطنين.
شوف الاستاذ احمد هم المواطن اكو نوع من صيغه التعاقد ما بين المواطن وما بين صاحب المولده. انا من اجي ابو المولد يرجل الامبير ب 12000 يشغل له ساعه، يشغل له 12 ساعه 20 ساعه، انا اعطيه 12000. وهذا ربما نوع من العقد الشفوي ما بين المواطن وبين ابو المولد، لا يستطيع الطرفان ان ينقذ بهذا الجانب. اذا كان معدل التشغيل ليس دفاعا عن ابو المولد بقدر ما يكون هذا عقد، ويجب ان يحترم هذا العقد. لكن هنا ابو المولد لا يوجد عليه ضابط اليوم، لا تقدر لا وزاره لا الامن الوطني ولا الداخليه ولا حتى المحافظ يستطيع ان يسيطر فوق سيطرته على صاحب المولد، بالتالي يقفلها ويروح للبيت وينتهي كل شيء، ويصبح المواطن هو ضحيه ما موجود. نفس الوقت هناك العجز او النقص الحاصل في مقدار التجهيز، او بعض مرات انا قلت الفقره المهمه اللي يستطيع المواطن ان يزرع الثقه، هي المهم هي ان نزرع الثقه المواطن في وزاره الكهرباء او في فرق الصيانه، اللي هي ان تتم عمليه اصلاح الشكوى على الشبكه الكهربائيه بالسرعه الممكنه. هسه اكو بعض منغصات العمل، اكو بعض الاخوه الغير منضبطين في هذا الجانب، لابد ان تكون وزاره الكهرباء بالذات في قطاع التوزيع ان تكون مسلطه انظارها على قطاع التوزيع، لانه قطاع مهم وحي وهو بالتماس مع المواطن. اليوم المواطن ما يعرف انا عندي محطه الفلانيه دخلت كذا 1000 ميجا واط، يريد امبيرات يشغلها، انا اريد ضوء، اريد 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 مروحه، اريد تبريد، اريد تدفئه في هذا الجانب. من المسؤول عن هذا؟ هذا المسؤول عن قطاع التوزيع. فلذا ربما في العام الماضي ربما كانت وزاره الكهرباء قطع الشوط فيما يخص نصب المحطات الثانويه الايهاوسات، اكثر من 50 محطه نصبت في بغداد، هذا ما تخفف الحمل على المواطن في وتزداد من مقدار استقرار التيار الكهربائي. وهذا العام دخلت اكثر، ربما استمرت اشتغلت هذه المحطات بكامل طاقتها، هذا سيوفر استقرار نسبي للتيار الكهربائي. احنا ما نخفل ايضا استاذ مفيد، نعم، جهود وزاره الكهرباء وزاره البيئه لما شكلت يعني فريق المبادره الوطنيه لدعم الطاقه وتقليل الانبعاثات، كانت هناك من خلال هذا الفريق تشجيع على استخدام الطاقه النظيفه، الطاقه المتجدده. بالتالي اذا نتحدث، وهذا الشيء عالمي اصبح اليوم، اذا نتحدث من ناحيه واقعيه، ايش قد من الممكن ان ترفد هذه الطاقه النظيفه، استخدام الخلايا الشمسيه، ترفد يعني المنظومه بعدم الضغط عليها. هنا نحتاج انا قلت دور الاعلام وبعض الجهات السانده لوزاره الكهرباء، اذا اردنا ان نستمر بهذا الملف ونغير قناعات المواطن بان يا مواطننا السخان الشمسي هو افضل من السخان الكهربائي. تعال غير لي قناعات فرد موجود في الساحل العراقي في ظل الارهاصات السياسيه والامنيه والاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده. تحتاج ان نبذل جهد مضاعف، قنوات فضائيه، اعلاميين، مؤسسات مجتمع مدني. لا ننسى ايضا هناك دور كبير لجهاز تقيس السيطره النوعيه، الجمارك، وزاره الصناعه ان تكون رافده لوزاره الكهرباء في هذا الجانب. اكثر من جهه سانده، الامن الوطني نفس الوقت ان يكون في داخل على هذا الخط، ونفس الوقت الضرائب. احنا لو نذهب باتجاه ندعم المستورد داخل الجهد الواطي من انفرتر من مكيفات واجهزه ذات الاستخدام الواطي التيار الكهربائي، لاحظ ملصق الطاقه الموجود على هذا الجهاز ايضا، هذا لازم يكون من ضمن مقاييس استيراد الجهاز ودخوله الى السوق المحليه. هذا ربما نخفض الضريبه على هذه الاجهزه الانفرتر واللدات من الاناره، ونرفع الضريبه على الاجهزه ذات الجهد الفائق. انا اجيب الصوبات الكهربائيه الهيتر، مو مطابقه للمواصفات مثل ما نقول الاخرى الزيتيات، لا، هذه الهيترات التي تكون هي تعمل ضعف اضعاف ما هي تعمل يشتغل اي جهاز انفرتر موجود، فتكون ذات اجهزه جهد فائق. واحنا في ظل نقص في مقدار الطاقه ومقدار التجهيز لابد ان نتعامل مع تلك الاجهزه التي هي اليوم تعلم المواطن على الهدر. نفس الوقت هي يعني ما حضرتك تقترح عده جهات تدخل على هذا الخط. نعم، لا، ليس سياسي، رئيس الوزراء نفسه جاي يتابع هذه الملفات، وامام هذه المعطيات الفنيه وهذه الاجراءات، ايش قد تتوقع ان تكون ساعات التجهيز خلال الصيف؟ اذا استمرت هذه الجهات السانده بدعم هذه الاستراتيجيه وتكون ايضا برعايه السيد رئيس الوزراء، انا قلت لك تقريبا 30%، تستطيع ان تخفض من مستوى الاستهلاك الموجود، لان هنا المواطن راح شو يسوي بهيج حاله؟ راح بعد ما يتجاوز يرفع التجاوز مالته ما يخص على الشبكه وعلى المقياس، راح يدفع فاتوره الكهرباء تكون اقل، هناك ثقه
ما بين المواطن وما بين الوزارة. نفس الوقت راح هذه الطاقة المهدورة وأيضا يعاني منها بعض قطاع التوزيع تكون طاقة مباعة ومجهزة بالصورة الرسمية. إضافة إلى هذه الأجهزة ذات الجهد الفاقد استخدمنا هذه الاستراتيجية وهذا المقترح أمام السيد رئيس الوزراء، بالتأكيد ستكون هناك زيادة معدل التجهيز وتقليل من معاناة المواطن، وليس فقط الوزارة اللي هي اليوم تعاني منها بقدر ما هو المواطن. يعني اليوم لو ناصب مقياس وعلى المقياس رابط وما متجاوز وجايب لي الهيتر كهربائي بالصيف، عفوا في فصل الشتاء ومشغل ثلاث صوبات كهربائيه، هذا راح معدل الصرف لهذا توصل الى 6000 وحده في الشهر. هذه 6000 وحده تضربها تطلع مبلغ ربما يصل الى 60000 او 75000 دينار عراقي، وهذا ادفع عن السحب. بالتاكيد هذا اللي يكون ارهاق على المواطن وايضا انعدام ثقه ما بين المواطن والوزاره. لكن لو استخدمنا، احنا بلد نفطي وما شاء الله مشتقات النفطيه موجود من الغاز وايضا النفط الموجود، نستخدم البديل لفتره زمنيه، لا اقول نذهب باتجاه بعض يتهمني نذهب باتجاه العصر الحجري او نذهب العالم وين نتطور واحنا وين وصلنا، لا، بقدر ما تكون هذه مرحله انتقاليه. سيد الفاضل يسمعني المشاهد، هاي مرحله انتقاليه لاربع سنوات لحين ما تستقر معدل الفهم والارشاد لدى المواطن، نفس الوقت لحد ما يستقر معدل التجهيز ومعدل استقرار وزاره الكهرباء تستطيع ان تسيطر على مفاصل ما يخص معدل الانتاج وايضا النقل والتوزيع، نستطيع ان نعبر اربع سنوات في هذه الاستراتيجيه، بعدها ربما تكون هناك ثقافه قد ولدت لدى الجميع، خلينا نستورد، انا اجيب لي الهيتر اشد على ما دام عندي مقياس، اذا ادفع ادفع، بس احنا راح تصير قضيه المواطن سيكون حريص على اولا ان لا يدفع ورقه كهرباء عاليه، نعم، حريص على استدامه التيار الكهربائي، وحريص يكون الشعور بان هذا الجهاز هو هدر بالطاقه الوطنيه وبالتالي هدر بامن القومي، نعم، للبلاد. احسنتم سيد. فلذا هي مسؤوليه تضامنيه، ليس فقط مسؤوليه وزاره الكهرباء، لكن المواطن صاحب حاجه لا يرى الا حاجته، وهي حاجته اليوم وزاره الكهرباء، لكن ما ذكرته من جهات سانده في هذا الجانب وبرعايه رئيس الوزراء وتكون استراتيجيه ربما الامر يختلف. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مفيد السعيد المحلل السياسي اثرت الحوار في هذا الملف، شكرا لك، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.